Chapter 3 Processes Lesson 4 Inter-Process Communication. In this lesson, the following topics will be covered: cooperating processes, inter-process communication models, inter-process communication shared memory, producer-consumer problem, producer-consumer problem, bounded buffer shared memory solution, inter-process communication, message passing, direct communication, indirect communication, synchronization, producer-consumer problem, message passing solution, buffering. Cooperating processes. البروسيس في السيستم ممكن انها تكون independent او cooperating. البروسيس اللي ما بتأثر ولا بتتأثر بالexecution تبع البروسيس التانية بسميهم independent processes. البروسيس اللي بتتأثر او بتأثر بالexecution تبع بروسيس تانية بسميهم cooperating processes. من الريزونز للكوبريتنج بروسيسز اول شيء الانفورميشن شيرنج، انه اكثر من يوزر بيقدروا يعملوا اكسس على الانفورميشن كونكرنتلي. 2 كومبيوتيشن سبيد اب، التاسك بتتقسم الى سب تاسكس، بقدر هدول السب تاسكس اني انفذهم ان بارلل فبزيد سرعه التنفيذ. 3 الموديولاريتي، السيستم از بيلت ان موديولار فاشن اللي هما البروسيسز والثريدز. 4 الكونفينينس، نفس اليوزر بيقدر ينفذ اكثر من تاسك بنفس الوقت. انتر بروسيس كوميونيكيشن مودلز IBC. اي تو بروسيسز كوبريتنج بروسيسز بدهم يتواصلوا او يتفاعلوا مع بعض بيحتاجوا الى انتر بروسيس كوميونيكيشن موديل IPC. في عندنا تو IPCs، شيرد ميموري موديل والمسج باسنج موديل. انتر بروسيس كوميونيكيشن شيرد ميموري، في الشيرد ميموري بيكون في عندي اريا من الميموري المشتركه بين البروسيسز اللي بدهم يتفاعلوا مع بعض. كوبريتنج بروسيسز اكستشينج داتا باي ريدنج اند رايتنج تو ذس شيرد ريجن. الشيرد ميموري اسرع من المسج باسنج لانها بتحتاج الى سيستم كولز فقط في البدايه تو استابليش شيرد ريجن، بعدها بتكون عباره عن روتين ميموري اكسس بدون اي مساعده من الكيرنل، فالكوميونيكيشن كله بيكون under the control of the user processes not the operating system. من الاشياء اللي لازم اخذها بعين الاعتبار انه كيف بده ينعمل synchronization للبروسيسز اللي بدهم يعملوا اكسس على الشيرد ميموري. producer consumer problem. البروديوسر consumer problem هي عباره عن example على operating processes. البروديوسر بتنتج information بتستهلكها الكونسيومر بروسيس. البروديوسر كونسيومر بروبلم ممكن اني امثلها بطريقتين: يوزنج الانباوندد بافر، يوزنج الباوندد بافر. يوزنج الانباوندد بافر ما بيكون في عندي براكتيكال ليميت على السايز تبع البافر، بالتالي البروديوسر كان اولويز برودوس نيو ايتيمز، والكونسيومر ماي هاف تو ويت فور نيو ايتيمز اف ذا بافر از امتي. الباوندد بافر بيكون في عندي فيكست بافر سايز، فبالتالي الـ consumer must wait if the buffer is empty والـ producer must wait if the buffer is full. producer consumer problem bounded buffer shared memory solution. هذا الـ struct code عبارة عن implementation للـ bounded buffer shared memory solution. البفر هون عبارة عن circular array إلها two pointers الـ in والـ out. الـ in points to the next free position في البفر، الـ out points to the first full position in the buffer. solution هذا صحيح، ولكن أنا بالماكسيموم بقدر أستغل البفر size ناقص واحد وليس البفر كامل. في الـ producer process while n plus 1 مد الـ buffer size is equal out، يعني طول ما البفر full الـ producer بدها تستنى will do nothing. أول ما تفضى شوي بواسطة الكونسيومر بتروح بتعمل produce وبتخزن الـ produced item الجديد عند الـ n اللي هو أول مكان فاضي، وبتحرك الـ n position واحد لقدام. في الـ consumer process while الـ n is equal out، يعني طول ما البفر empty الـ consumer بدها تستنى will do nothing لحتى تتعبى شوي بواسطة الـ producer. أول ما بصير فيه في البفر شوية item، تقدر تعمل consume للitem اللي عند الـ out،
بعدين بتحرك الـ out position واحد لقدام. Inter-process communication, message passing. في المسج باسنج تكنيك ما بيكون في شيرد ميموري بين الكوبريتنج بروسيسز. الكوبريتنج بروسيسز بيتواصلوا مع بعض من خلال تو اوبريشن سند اند ريسيف. هاي الطريقه مناسبه لنقل سمول اماونت اوف داتا. هاي الطريقه ايزير تو امبلمنت ان ديستريبيوتد سيستم ذان ان شيرد ميموري. كمان ات از بيتر فور مالتي بروسيسر ذان شيرد ميموري عشان مشكله الكاش كوهيرنسي. أبطأ من shared memory لأنها implemented using system call اللي هي send and receive. كمان إذا كان في عندي two processes بدهم يتواصلوا مع بعض من خلال message passing technique لازم يكون في عندي communication link ويتبادلوا الداتا مع بعض من خلال هذا اللينك عن طريق send and receive. في message passing technique الcommunication link ممكن يكون physically implemented من shared memory أو hardware bus أو نتورك. Logically ممكن يكون الكوميونيكيشن لينك direct or indirect, synchronous or asynchronous, automatic or explicit buffering. Interprocess communication, message passing. Communication link implementation issues. 1. كيف اللينكس established؟ 2. ممكن يكون في لينك بيربط بين أكثر من 2 processes. 3. كم عدد اللينكس اللي ممكن انه يكون between pair of communicating processes؟ 4. شو الكباسيتي تبعت اللينك؟ 5. هل السايز تبع المسج اللي ممكن انه اللينك هاد ينقله ممكن انه يكون fixed ولا variable؟ 6. هل اللينك هاد unidirectional ولا bidirectional؟ في ال unidirectional link the process may use it to send or receive but not both, يعني in one direction. في الـ bidirectional link the process may use it to send or receive. نفس الوقت ممكن تستخدمه للـ send أو للـ receive. ممكن يكون half duplex أو full duplex. في الـ half duplex في نفس الوقت فقط one direction بس ممكن مرة تستخدمه للـ send وكمان شوي ترجع تستخدمه للـ receive. لكن في الوقت نفسه only one direction. في الـ full duplex في نفس الوقت ممكن إنها الداتا تروح in both direction from يعني نعمل عليه send and receive بنفس الوقت at the same time. Direct communication. في direct communication أي process بدها تعمل send أو receive لازم تسمي الـ process الثاني explicitly. يعني لما تيجي الـ process Q تبعت مسج لبي لازم تحكي send لبي المسج. ولما تيجي بي تستقبل مسج من كيو لازم تحكي ريسيف من كيو المسج. المشكلة في هاي الطريقة لما تيجي تغير الاي دي تبعت واحدة من البروسيسز لازم تدور على الريفرنسز على كل الريفرنسز لهاي البروسيس وتغيرها. من الدايركت كوميونيكيشن في نوعين سيمتريك اند اسيمتريك. في السيمتريك دايركت كوميونيكيشن both السندر اند الريسيفر must name the other to communicate explicitly. في الـ asymmetric direct communication only sender must name the recipient. The properties of communication link في direct communication. 1. The links are established automatically. 2. اللينك مو ممكن انه يربط اكثر من 2 processes. 3. Between 2 processes مو ممكن يكون في عندي اكثر من لينك واحد. 4. الكوميونيكيشن لينك غالبا بيكون باي دايركشنال يعني ممكن من خلال نفس اللينك اني اعمل سند او ريسيف ولكن احيانا ممكن يكون ايش يوني دايركشنال انه فقط اللينك هذا ممكن استخدمه فقط يا اما للسند او للريسيف. اندايركت كوميونيكيشن. في الاندايركت كوميونيكيشن المسج بتنبعت وتستقبل من خلال ميل بوكس. كل ميل بوكس له يونيك اي دي اللي بيميزه عن غيره. اي تو بروسيسز ما بيقدروا انهم يتواصلوا مع بعض الا لما يكون بينهم في شيرد ميل بوكس. الاندايركت كوميونيكيشن لينك بروبرتيز. 1. اللينك از استابليشد اونلي اف بروسيسز شير ا كومون ميل بوكس. 2. اللينك الواحد ممكن انه يربط اكثر من 2 بروسيسز. 3. بين اي 2 بروسيسز ممكن انه يربط بينهم اكثر من لينك. 4.
اللينك ممكن إنه يكون unidirectional أو bidirectional. Each link corresponds to one mailbox. في حال ما كان mailbox independent of any process، يعني بمعنى آخر not attached to any of them، لازم يكون في عندي الاوبريتنج سيستم سامح للبروسيس انها تعمل الفولوينج اوبريشنز. اول اشي تو كرييت نيو ميل بوكس اللي هو اسمه البورت، مرات بسموه تو سند اند ريسيف مسجز ثرو ذس ميل بوكس، وبعد ما يخلصوا الكوميونيكيشن شود ديستروي ذا ميل بوكس. الكولز بتكون هي عباره عن سند تو ميل بوكس اي المسج and receive from mailbox A the message. إذا كان في عندي 3 processes P1, P2, P3 share mailbox A. إذا P1 بعتت message B1, B2 and B3 will receive. Who gets the message? The answer depends on which of the following methods we choose. الطريقة الأولى إني أنا أسمح للينك يكون associated with at most two processes. الحل الثاني إنه أنا أسمح فقط لبروسيس واحدة في الوقت الواحد إنها تنفذ receive operation. الطريقة الثالثة إنه أسمح للسيستم إنه عشوائياً يختار receiver معين وينبعت message للسندر عشان يعرف مين الريسيفر اللي استلم المسج. ممكن بهاي الحالة أستخدم round robin algorithm. Synchronization. The message passing technique ممكن تكون blocking واللي بسموها أيضا synchronous أو non-blocking واللي بسموها أيضا asynchronous. في blocking أو synchronous ممكن يكون عندي send blocking بسميه ساعتها blocking send. بهاي الحالة السندر بيبعت مسج وبعدين بيعمل block، يعني ببطل يبعت، بضل يستنى لحد ما المسج يصير لها receive أو تستقبل بواسطة process أو mailbox. ممكن كمان يكون عندي blocking receive، بهاي الحالة الريسيفر بيعمل block، يعني ما بيعمل receive إلا إذا كان في مسج واصلة. في non-blocking أو asynchronous ممكن يكون عندي send non-blocking، بهاي الحالة السندر بيبعت المسج وبيضل يبعت بغض النظر إذا كان في حدا استقبلها أو لا. ممكن يكون عندي non-blocking receiver، بهاي الحالة الريسيفر دائما بيضل بيعمل receive سواء كان في مسج available ساعتها بيستقبل المسج كvalid مسج، أو ما كان في مسج فبيستقبل null مسج. ممكن يكون عندي أكثر من combination من الحالات السابقة. في حالة إذا كان في عندي send والreceive التنين blocking، هاي الحالة بسميها rendezvous، وهذا combination يعتبر solution للproducer consumer problem. Producer consumer problem Message Passing Solution. هون رح ندرس السوليوشن للبروديوسر كونسيومر بروبلم باستخدام المسج باسنج تكنيك. مثل ما حكينا في السلايد السابقة، أنسب كومباينيشن إلها using both blocking send and blocking receive. بهاي الحالة البروديوسر invokes blocking send and wait until the message is delivered. يعني بمعنى آخر البروديوسر بيعمل بروديوس للمسج، بيبعتها وبيستنى لحد ما يستقبلها الكونسيومر، يعني بمعنى آخر بيعمل بلوك. كيف البروديوسر بده يعرف إذا المسج وصلت أو لا؟ بيستنى البروديوسر acknowledgement مسج من الكونسيومر. إذا ما وصلت acknowledgement معناته المسج ما وصلت، فبيضل يستنى، بيعمل blocking ما بيعمل produce لحتى توصله acknowledgement. إذا وصلت acknowledgement معناته المسج وصلت، بيروح بيكمل بيعمل produce لمسج جديدة. الكونسيومر invokes receive call and it blocks until a message is available. يعني بمعنى آخر الكونسيومر بيضل يحاول يعمل receive عن طريق receive call. إذا كان في message available بيبعت message acknowledgement وبيعمل consume. إذا ما كان في message available بيعمل block. بالتالي it does not consume an unproduced item yet. لحد ما يصير في مسج available ساعتها بيعمل consume. Buffering. سواء كنا بنحكي عن direct أو indirect communication link، المسجات المتبادلة بين أي two processes بتفوت مؤقتاً بtemporary queue. هاد الكيو اللي مربوط مع الcommunication link ممكن يكون implemented بثلاث طرق.
الطريقة الأولانية باستخدام Zero Capacity Buffer، يعني No Buffering، يعني بمعنى آخر ما بيكون في مسجات بتستنى على الكوميونيكيشن لينك. بما إنه ما في عندي بفر تتخزن فيه المسجات مؤقتاً حتى يتم استلامها، فالسندر بهذا الإمبليمنتيشن لازم يستنى لحد ما الريسيفر يستقبل المسج. يعني في هاي الحالة لازم يكون عندي Blocking Send. الطريقة الثانية باستخدام Bounded Capacity Buffer. البفر بهاي الحالة بتكون له سعة محددة، يعني بيستقبل عدد محدد من المسجات. بهاي الحالة السندر لازم يستنى إذا كان البفر Full، يعني Blocking Send if Full. الطريقة الثالثة Using Unbounded Capacity Buffer. بهاي الحالة البفر سايز ما بيكون فيه إله ليميت، فالسندر بعمره ما بيستنى، معناته بيكون عندي Non-Blocking Send Forever. This lesson has ended. Next lesson will be about communications in client-server systems.